الله مساكم مشاهدينا بألف خير، يوم جديد وحلقة جديدة من أهل المدينة، راح نتناول بها الكثير من القضايا اللي تخص المدينة وأهلها، ولكن بداية خلينا نتعرف على العناوين مع سفيان. مساء الخير سفيان. مساء الخير ياسمين، ومساء الخير بكل مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج أهل المدينة. مثل ما تعودتوا البداية حتكون مع الأخبار والعناوين. مقتل طبيب في ميسان بظروف غامضة. النافورات في الناصرية تثير ضجة شعبية. حيدر بعد موسى في لائحة التعنيف الوحشي. من جديد ومساء الخير يا سمير. مساء الخير سفيان. يعني اليوم مواضيعنا العناوين شفتوها هي حتكون مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، وواحدة أخطر من الثانية، لكن حنبديها مع الاعتداءات المستمرة على الكوادر الطبية في العراق، لكن هذه المرة في ميسان، حيث وجدت القوات الأمنية جثة لأحد الأطباء أنه توفى بطريقة غامضة، ما حد يعرف شنو أسباب الوفاة. قبلها سمعنا أيضا كان اعتداء على الكوادر الطبية في البارحة، حكينا بهذا الموضوع أيضا قد كانت في بغداد وقبلها كذلك، ويومية هذا مسلسل الاعتداءات على الكادر الطبي. أيضا اليوم من ضمن المواضيع بحلقتنا في بابل أيضا حنسلط الضوء على هذه الاعتداءات والوقفة اللي سووها، لكن بالبداية خلينا نبدي بموضوعنا الأول اللي هو مال الطبيب اللي مات بظروف غامضة، ونبدي نتساءل ونطرح أسئلة الشارع اليوم العراقي يتساءلها، الكادر الطبي في كل العراق يتساءل عن مدى قدرة الجهات المعنية على حماية الأطباء، مدى قدرة التشريعات العراقية على حماية الطبيب العراقي والكادر الطبي اللي أصلا هو مستنزف بالزخم الكبير على مستشفياتنا، إضافة إلى النقص الكبير في أجهزة، إضافة لبعض التجهيزات في مستشفياتنا، وهذا الموضوع لا تنكر حتى الجهات المختصة بهذا الموضوع. واقعنا الصحي واقع ليس بالمثالي وليس بالجيد جدا حتى، والأطباء دا يعانون ما يعانون. انسوا لي هاي الفقرة مال بأنه هناك بعض الأطباء دي يكون هناك يمكن أخطاء طبية، بعض الأطباء اللي أسعارهم كلش عالية، هذه حالات فردية، الطبيب أيضا عنده معاناته الخاصة. يعني قبل ما أنت تطلق الأحكام على الأطباء تشوف ظروف الأطباء اللي دي يعيشوها. اليوم الطبيب دي يروح ليا المستشفى وهو خايف بأي لحظة يتم الاعتداء عليه، سواء كان لفظيا جسديا أو حتى من الممكن أن يتعرض للقتل بسبب تأديته لمهامة، إضافة لرواتب الأطباء القليلة، إضافة لنقص الخدمات في المستشفيات اللي هم يداومون بها، ساعات الدوام الطويلة جدا، عدد المراجعين اللي يستقبلهم كل طبيب العدد كبير جدا لا يتوافق مع النسبة العالمية اللي محدديها في العالم على أنه كل طبيب قد يقدر يستقبل من المرضى. هذه كلها ظروف تخلي الأطباء في العراق يفكرون بالهجرة، يفكرون بترك البلد والمغادرة. هم مو بس يفكرون، يتمنون مغادرة هذا البلد والعمل في دول أخرى، على الأقل يكون عندهم يعني هنالك بعض الاحترام والتقدير والحماية على حياتهم. احنا اليوم نتكلم بحماية هؤلاء من القتل والاعتداءات اللي تصير عليهم من المستشفيات، ولهذا اليوم حينضم لنا نقيب أطباء ميسان السيد محمد الشيحاني بين من جهز وياه الاتصال حتى نسأل أكثر ياسمين عن مثل هذه الحوادث، ممكن تدير السمعين الاعتداءات على الكوادر الطبية بالضبط، وخصوصا من يقولون تحت ظروف غامضة. حقيقة هذه الاعتداءات على الكوادر الطبية يعني من سنة 2003 ولغاية الآن ماكو قانون خلوه حتى يحمي هذه الكوادر الطبية، خصوصا أنه بالعراق اليوم بحاجة أنه نحمي الطبيب والكوادر الطبية من الانتهاكات وأيضا من الاعتداءات، وبسبب ضعف هذه الإجراءات والقوانين عندنا خسرنا وفقدنا الكثير من خيرة كوادرنا الطبية، واللي مثل ما قال سفيان هاجروا تركوا البلد وبسبب عدم وجود قوانين أنه تحمي الطبيب. كل هذا اللي دا يصير كل فترة من الزمن يمكن دا تصير سلسلة من هذه الاغتيالات على فئة معينة، يعني يمكن أنتم تلاحظون أنه
ممكن على محامين، ممكن على دكاترة، على فنانين. احنا نتمنى من الجهات المعنية انه تسرع بالتحقيق ومعرفة منو الجاني، وبنفس الوقت توفر الحماية الكاملة وحمايتهم ايضا من هذا الاعتداء حتى بالتالي يستمرون بعملهم. طبعا بابل نظمت كوادر الطبية والصحية وقفة ضمنت احتجاجه على هذه الحادثة، ايضا الاعتداءات المتكررة ايضا، وطالبوا بتوفير كامل حتى بالتالي يحمون الكوادر الطبية. سفيان، فعلا في بابل ايضا يعني هذا الموضوع مهم جدا اليوم من تكون يكون هنالك حماية لهم. خلينا نشوف هذا الفيديو وش قالوا المتحدثين حول هذا الموضوع في بابل ونرجع لكم. احنا من خلال قناتكم الموقرة نطالب وزير الصحة المحترم، وزير الداخلية المحترم، بتوفير الحماية للكادر الصحي والأطباء المستشفى، لأن احنا بصراحة نعتبرهم ذخر وركن أساسي في تقدم البلد ونهوضة. ما نقدر نختار يعني خدمة طبيب بسبب انه هو يحس بعدم الأمان وعدم الرغبة بالاستمرار بالعمل بسبب التعرض للإهانة. توفير حماية الكوادر التمريضية والطبية، تفعيل دور الاستعلامات والحماية، فنريد انه يزيدون عدد الحماية، لأن احنا أصلا حياتنا مهددة بخطر، يعني ما نقدر نأدي. اليوم أنا صار اعتداء عليه باكر على زملائنا، وهاي الشغلة متكررة لا اليوم ولا البارحة. فيا ريت انه وزير الصحة، وزير الداخلية يتدخل ويجي الحل لحماية الملاكات التمريضية. مثل ما تريد مني خدمة، أنا لازم أمن على حياتي، هذا اللي أريد. مع العلم أنه قلة الإمكانيات دا نقدم خدمات كلش كبيرة يعني، بس شنو إحنا المشكلة دا نتعرض لاعتداءات بشكل مستمر. إحنا نتمنى من الجهات الحكومية أنه توضع حل هذه المشاكل. إحنا عندنا نائب الكادر التمريضي يعني ما يعني حتى ما عنده مجال يعني لا يضرب أبرة لا يقطع علاج لا من كثرة المراجعين. هاي واحد، هاي يعني هاي نقطة. النقطة الثانية من يصير حادث أو يصير انفجار أو يصير هاي يصير عدد هائل، ما نسيطر عليه احنا هذا. لا خلونا نشتغل، لا يعني لا نقدم خدمة للمراجع ولا للمريض. أبي يعني لا خلونا نقدم خدمة ولا هاي. حقهم اليوم في بابل ياسمين على من يطلعون يسمعون في ميسان، واحد انقتل بظروف غامضة وبعد ما نعرف. هسه وزارة الصحة بالمناسبة فتحوا التحقيق بهذا الموضوع لمعرفة اللي صار مع هذا الطبيب، واعتقد هذا الاجراء جيد. صح احنا نحتاج اجراءات، مزيد من الاجراءات في هذا الخصوص، لكن لحد الان بانه اليوم نشوف الوزارة تحمي كوادرها هذا جيد، لكن هذه الحماية مدى نقدر نلمسها من خلال الاعتداءات المستمرة على هذه الاطباء؟ خلي ياسمين نشارك الحديث مع السيد محمد الشيحاني نقيب اطباء ميسان. سيد محمد اهلا وسهلا بك ببرنامج اهل المدينه، وشكرا جزيلا لانضمامك لنا. بالبدايه خلينا نحكي اليوم عن الحوادث المتكرره للاطباء، سواء كانوا في الناصريه، في بابل، في بغداد وغيرها من المحافظات العراقيه، اللي تكون بشكل مستمر على هؤلاء الاطباء. اليوم خلينا نبديها مع النقابة، ما هو دور النقابة في حماية الأشخاص اللي منضمين تحت جناح هذه النقابة؟ أعتقد إحنا بعدنا دنجز الإنترنت في العراق، واحد خابر الدكتور ففصل الإنترنت، والله العظيم حتى الإنترنت مالتنا بين مو عادل، تريد تحكي واحد هم تقدر يعني، إن شاء الله هذا هم يعني يصلح. بس المهم يا سمير احنا هذا اللي نحكي عنه اليوم، نريد اجراء مزيد من الاجراءات في الحمايه. النقابه اكيد دور النقابه بحمايه الاطباء والكوادر الصحيه، ضروري تكون هنالك يعني خطوات او اجراءات حتى بالتالي يتم حمايتهم اليوم. هذا اللي اقوله دائما بدور النقابات بشكل عام في العالم، يعني النقابه دائما موجوده هي لحمايه المنضمين تحت جناحها، بغض النظر عن انه شنو تريد توجهات الحكومه. يعني النقابه لازم ان تعمل لصالح الأشخاص اللي هي تمثلهم. الدكتور رجع لنا محمد الشيحاني نقيب أطباء ميسان، أهلا وسهلا بك دكتور وشكرا جزيلا لانضمامك إنه، وهبزين قدرنا نأمن الاتصال. قبل شوية ما أعرف إذا سمعتني أو لا، سألتك عن يعني ما هو دور النقابة اليوم في حماية أطبائها، الأطباء اللي موجودين في داخل هذه النقابة، وأتمنى يكون مو جواب دبلوماسي، لأنه صراحة اليوم إحنا نشوف بين هاي الأجوبة اللي تعودنا عليها النقابة وسيد النقيب راح زارهم وطمن على، لا احنا نريد اجراءات حقيقية في الضغط على الجهات التنفيذية والجهات التشريعية لفعلا لحماية الطبيب والكادر الطبي في العراق. نعم،
يعني طبعا احنا كنقابه اطباء العراق فرع ميسان يعني احد الفروع اللي دائما توصي باولا ان يتحقق قانون حمايه الاطباء والكوادر الطبيه المرقم 26 لعام 2013. هذا القانون هو حبر على الورق غير مفعل. يعني نشوف اكو انتهاكات للاطباء، اكو عمليه قتل منظم للاطباء، اكو دقه عشائريه للاطباء، اكو ابتزاز الكتروني، ولاحظ انه الدوله مكتوفه اليدين، لا يوجد اي ردع لتلك العصابات الغير خارجه عن القانون. لذلك احنا صراحه احنا ما ننظر، يعني احنا ابدا في نقابات ما ننظر. احنا في اليوم اللي تم فقدان به الاخ الطبيب دكتور حمزه يعني كريم قاسم، احنا باللحظه الاولى اللي بلغنا به كنقابه وكدائره الصحه احنا تركنا عياداتنا وتركنا الاماكن وظلينا نبحث عليه بالمستشفيات وبمراكز الشرطه، والاخير جتنا فكره انه احتمال مثلا متعرض الى قتل، فاتصلنا بالطباب العدليه وكنا للاربع الفجر احنا وياه ويدوي بالطباب العدليه. فنقابه الاطباء تتحمل الجزء الاكبر في حمايه حقوق جميع الاطباء، لان حقوق الاطباء هو في اعناقنا، مو تنظير وانما هذا فعل احنا قاعد نفعله كنا كنقيبا دكتور عقيل شاكر واعضاء الفروع وكان كرئيس فرع في محافظه ميسان. فيعني حقوق الاطباء في اعناق الجميع. طبعا بس حمايه الطبيب دكتور اذا تسمح لي، حمايه الطبيب اليوم مسؤوليه الجميع، يعني مسؤوليتي ومسؤوليه الاعلامي وابو التاكسي وابو المخضر ومسؤوليه هذا الطبيب موجود لانه احنا نحتاجه في البلد ولازم نلقى قانون تنظم هذه العلاقه. فعودتها على القانون، هذا القانون شنو يحمي الطبيب؟ بما ان احنا بدنا نحكي عن القانون لرفع الوعي على هذا القانون على الاقل، بل نسوي ضغط لتفعيله. يعني اقلها انه مؤسساتنا الصحيه يعني في محافظه ميسان وفي بقيه المحافظات تكون محميه من الدي اس الشرطه، اقل شيء هذا. يعني اقل شيء انه تحمي الموظف تخليه يشتغل براحته، انه تجيب مثلا الدي اس شرطه يعني منظمين ومرتبين يضمون عمليه دخول المرضى. انت لا تجي تشوف مؤسساتنا دخول عشوائي لعشرات المرضى والمرافقين، لذلك الطبيب والكادر الطبي ما راح يقدم خدمه ممتازه، هو تحت التهديد، سواء كان تهديد بالكلام، تهديد خارج الدوام وهكذا، لذلك نشوف فقدنا احنا قبل ثلاث ايام فقدنا مهندس اجهزه طبيه متخرصه لاربع اشهر، واول البارحه فقدنا طبيب رجل من الاوائل والناس يعني ذات السيره الطبيه الحسنه يعني بين زملائه، صراحه يشهد الداني والقاصي انه قاعد يؤدي مهنته بكل جديه ومهنيه ويقدم الخدمات الطبيه في مستشفى الصدر التعليمي. لذلك دور الدوله هو اولا تفعيل هذا القانون حمايه الاطباء، كذلك دعم المحافظات الطارده للكفاءات مثل ميسان، السماوه بالكوادر الطبيه. انا ما اقارن ابو العماره نفسه ببغداد، ولا ابو العماره نفسه بالبصره، ولا ابو العماره نفسه بالموصل، يعني اقلها يعني اسمح له انه يدخل يعني باختصاصات نادره كوزاره الصحه، اسمح له انه ما مثل اقارنه بالموصل اللي هو عنده مئات الاطباء، ابو بغداد عنده مئات الاطباء، انا عندي قله بالكادر الطبي، ما عندي اطباء هواي، اختصاصات نادره، يعني قاعد اي حاله طارئه ما اقدر ارتبها بالعماره ادزها للبصره والى بغداد الى متى يعني؟ احنا بال 2023 وكذلك اختصاصات غير كامله، لاحظ اكو عزوف للكوادر الطبيه اللي تجي للمحافظه. طيب نعم. دكتور محمد خلينا نعرف ما هي اخر مستجدات قضيه مقتل الطبيب المقيم؟ شنو اللي صار منه؟ نعم يعني احنا تدرين يوم السبت 5/8/2023 تم ابلاغنا انه طبيب فقدان الطبيب، طبعا تم اجراء اللازم وذهاب الى الطباب العدليه ففحصنا المتوفي يعني اللي كان هو الطبيب دكتور حمزه كريم قاسم، رجل يعني هو قلت لك حسن السيره الذاتيه. اجراءات هو اولا حولنا الدعوه من مركز الشرطه الى مكافحه الاجرام على مود تكون يعني على مود تكون الاجراءات يعني صراحه يعني حاسمه. ايضا اتصلنا بجهات عليا بالدوله على مود تسرع الكشف الملابسات، وهذا عملنا يعني كنقابه لان حمايه طبيبنا، وكذلك على مود نشوف شنو ملابسات الحادث، يعني اتصلنا بجهات اخرى راح تدخل بالموضوع على مود نسرع بالاجراءات. بارك الله بكم دكتور، يعني وهذا دور النقابه اليوم في وهي دعوه لنقابة الأطباء حتى في العراق وأيضا وزارة الصحة لمتابعة موضوع الدكتور أو حادثة الدكتور حمزة كريم قاسم الله يرحمه والبقاء بحياة أهله. يعني أنا بس أريد أعرف باختصار شديد دكتور إذا تسمح لي، يعني عرفتوا شنو اللي مثلا لما رحتوا الطباب العدلي يعني هو تعرض لطعنات لمثلا إطلاق نار غرق، شلون توفى الطبيب عمود مثلا؟ يعني هاي عصابة باقتل ومشاكل شخصية؟ يعني
يعني كأطباء صراحة هذه الأمور يعني تخص الطباب العدلية، لأنه ستم حالته إلى الطباب العدلية في بغداد، وهم راح يحددون أنه غرق، أكو كدمات، أكو سحجات. يعني أنا صراحة ما أقدر أروح بهذه الأمور، لأنها أمور يعني زين زين. هو عنده مشاكل شخصية، أنا بس أريد أوصل لمعلومة بأنه هو استهدف كدكتور لو استهدف كشخص يعني عادي، يعني تم قتله بسبب كطبيب هو؟ الطبيب ليس لديه أي مشاكل لا مهنية ولا عشائرية. نعم. رجال يعني صار لسنة في مستشفى الصدر التعليمي، سيرته وسلوكه المهني جيد جدا. اسأل أي طبيب موجود، وأنا كنقيب أطباء يعني أنا مسؤول عن كل كلمة أحكيها إنه طبيب جيد جدا، ما عنده أي مشاكل لا مع زملائه ولا مع الناس خارج المؤسسة. فصراحة الموضوع إنه هو طباب العدلية هذا يخص. نعم. طب لا احنا لازم نتابع مجريات التحقيق، واكيد احنا حنتابعه ونشوفه الى حد ما يلقفون منو اللي قتل هذا الدكتور ويحاسبوه. الدكتور محمد الشيحاني نقيب اطباء ميسان، شكرا جزيلا لوقتك وشكرا جزيلا لتواجدك ويانا، وبارك الله بجهود النقابه بشكل عام، وان شاء الله نشوف المزيد من هذه الجهود. يعني الله يرحمه، وانا بس اريد اعزي اهله ذوي الدكتور حمزه كريم قاسم اللي يشتغل في مستشفى الصدر شهيد الصدر التعليمية، البقية بحياتكم يا رب آخر الأحزان، والله يعوضكم إن شاء الله يا رب. فعلا التحقيق هذا يجيب لنا المجرمين، وتشوفون المجرم قاتل ابنكم في السجن، في ينال جزاء العادل، وتتوقف هذه المسلسل مال الاغتيالات. ويمكن ياسمين من ضمن المشاكل اللي احنا بدنا نحكي عنها، لما يكون عندنا اغتيال طبيب او التعرض لاطباء حيكون عندنا نقص بالكادر الطبي. أكيد. في حين احنا عندنا كثير من المشاكل، صحيح. مثلا في الانبار اليوم مرض الحصبه رجع للانتشار من جديد في الانبار بشكل عام، مستشفى الفلوجه تقول بانه احنا نستقبل مرضى بشكل يومي، حالات بشكل يومي لاطفال اصيبوا بمرض الحصبه. خلينا نشوف هذا التقرير، شوف الاطباء ايش قالوا عن استقبالهم لهذه الحالات ونرجع نعلق عليه. الشهر ونصف الأخيرة زادت بشكل ملحوظ أعداد حالات الحصبة التي تأتي إلى مستشفانا مستشفى الفلوجة التعليمي للنساء والأطفال، حيث في نستقبل تقريبا يوميا في العيادة الخارجية أو الاستشارية أعداد عن خلينا نقول عشرات، تختلف يعني من 30 إلى 40 حالة في العيادة الاستشارية. أحيانا عدد منهم لا بأس بأنه يحتاج دخول إلى المستشفى، فتجد فرغنا ردها خاصة سويناها ردة عزل للأمراض للمرضى المصابين بالحصبة والذين تم تشخيصهم. العدد يوميا ما يقل عندنا عن 30 مريض إلى 40 مريض راقدين، والحمد لله الحالات لحد الآن تحت السيطرة، ما عندنا مشكلة في استيعاب العدد، ما عندنا مشكلة في العلاج. لكن هي حقيقة يعني رسالة للناس أولا، لأنه يعني نلاحظ إحنا المصابين بالحصبة هم الأغلبية منهم غير ملقحين إن لم يكن الكل، فصار عزوف الفترة الأخيرة خصوصا بعد وباء كورونا عن اللقاحات وخوفا من اللقاحات، ونقول نطمنهم أن اللقاحات هي سليمة. يجب على جميع الناس الذهاب إلى مراكز صحية لأخذ اللقاحات حتى نتجنب هكذا أمراض. هذا الطفل أول ما تحصبت لبني وردت بنص صدرها وقحها وعلاجات وبر وما جايفيت بها، لدخلناها مستشفى هسا. شو اشبيها هي؟ حصبة تحصبت وهسا بلخي صدرها، وصار ورا صدرها صار عتها ذات الرئة. صار لها أسبوع. حالات كثيرة من حالات الحصبة نواجهها في الاستشارية، وكمعدل يعني يوميا من 20 الى 30 حاله يوميا حالات الحصبه اللي نواجهها، والتي تختلف عن السنين السابقه كانت اعداد قليله، لكن بسبب اسباب كثيره منها عدم اخذ اللقاح بصوره صحيحه، وخاصه في جائحه كورونا اثرت عليها، وتاثيرات اخرى انه الاهل لم يراجعوا مراكز اخذ اللقاح بالمراكز الصحيه المنتشره في العراق. مثل
مثل ما شفنا يعني ألف سلامة للجميع في الأنبار، إن شاء الله يكون هنالك اهتمام أكثر بهذا الموضوع لكشف أنه ليش هذا الموضوع دا يصير وتكثيف حملات التلقيح للأطفال. هي رسالة للأهل اليوم اللي عندكم طفل مملقح روحوا لقحوا، موضوع بعده بالأنبار إن شاء الله ما ينتشر باقي العراق، لكن اللقاحات موجودة حسب ما قالت وزارة الصحة، فروحوا لقحوا أبنائكم لا تخافون، هذا موضوع مهم ومهما يكون هو أفضل من ما أنه يصاب بالحصبة والتبعات الصحية اللي ترتب على هذا المرض. ضروري والله، خصوصا أنه يسووا لهم كارت لقاحات حتى بالتالي يعرفون أنه هذا الطفل مستحق لقاح أو ملقح. خلينا نروح الموضوع لنحكي عن الجزرات الوسطية وعن الشوارع وعن النافورات بالناصرية اللي سووها واللي بس هيك مجرد صرف ملايين من الدنانير ومضي على الوقت، يعني مجرد شكل لا تشتغل ولا شيء، وبالتالي تم ردمها لعدم تشغيلها، ولو يزرعون أشجار بمكانها هواي أفضل من ناحية المنظر وأيضا من ناحية الجو، خصوصا أنه إحنا نعاني من الجفاف وأيضا من قلة بالحزام الأخضر. للأسف اليوم إحنا نفتقر للتخطيط والتنظيم الجزرات الوسطية، يعني يا ريت من بلدية الناصرية أنه تكون أكثر اهتمام بهذا الجانب، لأن مثل ما قلنا مضيع الوقت وللمال، ولو تسوون أشجار وترتبون الشارع بشيء حضاري أجمل من هذه النافورات البدائية أنا برأيي. خلينا نتابع. هاي نافورة مثل ما تشوفون بالكشف الفني مالتها هي بمبلغ 247 مليون، وهي هي مثل ما تشوفونها هنا نافورة طولها 10 متر جوا جسر القيثارة. للعلم اكو نافورة هنا تجي قدام على بعد 50 متر هم نافورة ثالثة نفس الشارع. هاي نافورة نجي خلينا نجي للكشف مالتها من الدني الأخير. الأعمال الكهربائية واللي تشمل التسليك وهاي الهوسة يحطونها كلها هي هاي ماكو شيء، يعني هاي الهوسة كلها نختصرها نقدر الحين بواير يربط هذني. تعالي تعالي. تربط هذني شوف هاي الأعمال الكهربائية، شوف هذا البور الطايح بالقاع والشناطات، شوف وضع الشناطات هذني، وضع الشناطات هذني، عارف الشناطات ذني مال الكهرباء تأسيس الكهربائي. هذا مبلغ نشوفه 35 مليون الأعمال الكهربائية اللي هن ذني، هاي البوار اللي طايحة ما أعرف هاي البهذلة تشتغل 35 مليون. يكون تجهيز وتركيب النافورة من حديد الكلفانيز وهاي الهوسة كلها اللي هو هذا الحديد المشبش والبواري 11 مليون. 11 مليون على شنو؟ على هذا الكاكل البلاستيك 11 مليون، وعلى هذين اللي حداد يشتغلون هذا لهذا الحديد المشبك، هذا الحديد المشبك اللي هو اي واحد يشتغل على داين النرمادات، وعلى هذا الكوبون، هذا الكوبون اللي حتى ترايش ما بي هذني زين. تجهيز وتركيب مشبك كلفانيز هذا وحده يحيط بالنافورة من الأعلى بسمك اثنين، هذا شوفه تكلفة، تكلفة مالته تفضل اقروها شوفون كم صفور، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 30 مليون. هذا شعلتك بعد يكون من ضد الحركة، الحركة اللي هي هي طافية النافورة، يعني تعرف بأنها طافية بالمناسبة أن الجدوى مالتها بس بالليل تشتغل. منظومة الحركة وتجهيز المنظومة مالتها وهاي الأمور ذا النقاط، شوف هاي الهوزة كلها يكتب لك إياها ويسويها فتشي مهول، بس هو شيء بسيط. تجهيز وتركيب منظومة النافورة وهاي الأمور كلها 7 ملايين و200. أول شيء هذا المقطع، هسه بعد إحنا عندنا صور حنعرضها، بس هذا المقطع تشوفون بأنه اليوم المواطن، والله أنا فخور جدا بهذا المواطن بأنه هو جايب هاي الأوراق ودا يشوفكم كل شيء ايش قد يكلف. يعني هاي النافوره تكلف 247 مليون دينار. هسه انا ما عندي مشكله نصرف على هيك اشياء حلوه، نجمل المدينه وفكره النافوره حلوه، بس جيبوا مواد زينه، جيبوا انه تكون بطريقه جيده. نرجع على النافورات اللي منتشره بكل العراق، بس هاي من الناصريه، هاي شنو هاي؟ لا والله جديات، يعني شنو هاي النافوره؟ بعدين طبعا جوي وردموها لانه ما تشتغل وما يعرفون يشغلوها، ردموها. هسا اللي بعدها هاي النافورات اللي تحطون حفره بالشارع وتحطولي بثلاث بواري، هاي من يعني شنو الفكره من هذه النافوره؟ اذا انتم ما ضابطين الموضوع ليش حاطين مي بوري. مره يطلع يمنه يطلع يسره، اضويه زر ازرق واحمر واخضر وبرتقالي وبنفسجي ويضوي، مره يشتغل مره يطفى. النافوره كل وحده مستوى، النافوره تطلع عن الشارع بعدين ترجع من الشارع. يعني لا انتم مسوين نافوره مثل الاوادم ونقول مثلا اوكي فدوه خلي تكون غاليه، ولا انتم يعني بعد هذا هدر بالماء، هدر بالفلوس اللي ده تصير. بالمناسبه هذا الوضع حسان ما شايفه هناك بعيني مجرد بالناصريه، بس في بغداد، في بغداد حتى في منطقه حي الجامعه شارع الربيع حاطين نافورات مخازي،
مخازي، النافوره مو نافوره يعني حديده. شايف البانيو؟ هي مثل بانيو حاطين بنص الجسر الوسطيه، والسيم واقع متكسر، الضخ البواري ما متساوي، كل واحد يطلع شكل، وازرق واحمر واخضر وبرتقالي والالوان والبنفسجي والوردي وهاي بملايين دا تكلف الدوله. والله صحيح. يا اخوان يعني ما ادري ذوق ماكو، ذوق ماكو، تنظيم ترتيب. ممكن انه يعني مثلا استشاره يستشارون انه اوكي هذه ترهم لشوارعنا، هذه تفيدنا، يا زرعوا اشجار وخلوا الجزر الوسطيه كلش حلوه وبها خضار، وبالتالي هم حتى تقدرون. احنا منين عندنا مي حتى نسوي نافورات سفيان؟ هسه احنا خلينا نسويها بس نسويها مضبوط. يعني اليوم الاهالي في الناصريه هي بدها تقولون هيك، يا اخي انت مدام مسوي يا تسويها مضبوط يا تسويها، لانه اذا تسويها اذا تصرف فلوس زياده بدون اي يعني اي استفاده. وايضا في حق الرد مكفول في ذي قار على هاي النافوره طلعناها 247 حسب الاوراق اللي جابها هذا الشخص اللي يصور، حق الرد مكفول. اذا صدق هاي 247 مليون مكلفه، يعني هاي تبني بها بيت ال 247 مليون، تسوي لي نافوره بنص الجزره حتى ما بيها تبعات يعني اشياء دار مدايرها، هي بس نافوره وحديده وحاطيها يا اخوان. فان شاء الله يكون رد للمواطنين لابناء المحافظه. ننتقل لموضوع آخر لكن هذه المرة صراحة إيجابي. اليوم مثل ما نشوف المجهودات القوات أو جهود القوات الأمنية في إحباط عمليات تهريب آثارنا اللي أصلاً هي هربت كثيراً، يعني في حروبنا السابقة وقبلها وبعدين ويا داعش والانفلات الحدود اللي كان قبل، فهربت كثير من آثارنا إلى خارج البلاد. هذه المرة وأخيراً تم القبض على بعض المهربين في صلاح الدين، كانوا يريدون هم 5 أشخاص كانوا يهربون مجموعة من الآثار اللي كانت مبيوقة من المتحف الوطني بالموصل، والآثار موجودة بالموصل أثناء فترة داعش. الحمد لله قدروا وقفوهم. أيضا كانوا يهربون مادة الزئبق خارج العراق. هنشوف هذا التقرير وبعدها نرجع ونعلق عليه. طلعنا ابويا، افتحن افتحن بسرعه، افتحن بعد افتح بعد يلا يا ولد افتح لك افتح 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 بعد 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 ابطال ابطال ابطال. يلا ابويا جدفه، يلا يلا ابويا في الآونة الأخيرة تم القبض على عدة متهمين وتم ضبط عدة قطع أثرية بحوزتهم. هذه القطع الأثرية تعود إلى عصور قديمة وهي من الإرث الوطني العراقي، وتم نهبها من المتاحف العراقية أبان سقوط مدينة الموصل في عام 2014. نحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن الحالات المشبوهة التي تمن أمن واقتصاد وإرث الوطن. شخص جبناها من الموصل، مديناها لأربيل، بعدين طلعنا أنا ومجموعة لصلاح الدين على أساس نبيعها، يعني نبيع الكتاب اللي هو الشخص من الموصل أعطانا إياه حتى نبيعه له، يعني كتاب عبري أعتقد، ما نعرف نقرأه بس أعتقد عبري يعني. وجبناها وصلاح الدين منطقة بصلاح الدين تابعة لصلاح الدين، تم إلقاء القبض علينا من جريمة المنظمة. الغلط يوقع وإحنا غلطنا. هي أعتقد يعني بعد الأحداث 2014 ناس حصلت على قطع، لأن يعني هي تبعثرت القطع حصلوا عليها، واللي حصل على قطعة قام يدور بيعها، الطمع عمى ما سلمها وقام يدور البيع مالتها، يفكر 1000 مرة قبل ما يبيع أي قطعة أو أي مو شغلة قطعة، أو يسلمها للدولة أو يبلغ عنها، حتى إذا ما يعرف يعني مو مالته هو، عند شخص غير شخص يبلغ عنها.
الزئبق مادة الزئبق اللي يعني ما أعرف بها شنو يعني شنو استعمالاتها شنو يستعملوها. استدرجوا أنا رسلني شخص قال يجيب لي إياها اللي ما أعرف خليته بالسيارة جبتها وجيت ألقى القبض عليها فقط بعد ما أعرف شنو يستعمل شنو هاي عرض عليه مبلغ من المال قلت له تمام جبتها وجيت أدري بهن ما يعني ما أخطيش خطوة ما أجيبهن عندي كل معلومة عليها المجرد ما رسلني قبض جيت يعني ما سألت شنو منه ليش شنو استعمالاتهن بشنو قبض جبتهن وجيت لو كنوز الدنيا فلوس الدنيا أبد ما كحلم من الحرية والصحة والعافية أبد ما تفيد لا فلوس لا غيرها لا غيرها لا غيرها. إيجابي الموضوع بأنه إحنا قدرنا نلزمهم قبل ما يهربون هذه الآثار، بس السلبي بأنه إحنا ما زلنا نرى عمليات تهريب لآثارنا وتاريخنا اللي دا تنسرق يوميا من أماكن، إضافة لأنهم مدى يشوفون بأنه لا يوجد اهتمام لهذه الآثار متاحفنا، يعني مدى نشوف لا اهتمام شعبي بها ولا حتى دولي دا نشوف بهذه الآثار اللي موجودة في بلدنا. فبالتالي البعض دا يتخيلها بأنه عادي أبوقها وأطلعها وأربح بها فلوس هي بالنهاية مالتي. لا، هاي بالنهاية هاي مالتنا كنا للأجيال المستقبل أيضا، حتى الأجيال القادمة هم يحتاجوها وهي مالتهم أيضا. هاي الآثار آثارنا كنا نتشارك إحنا كنا بيها في هذا البلد، سواء كانت تابعة لأي أيا يكن الشخص أو الطائفة أو الديانة أو غيرها، هي بالنهاية آثارنا وإحنا لازم نعتز بها. فتحياتنا للقوات الأمنية اللي قبضت على هذه المجموعة هذه العصابة، وإن شاء الله إحنا بالنتيجة نشوف مزيد من هذه الجهود لمنع التهريب في العراق. طيب خلينا نروح نحكي شوية عن التعنيف الأسري، وإلى ما عدت أيام بسيطة من مقتل الطفل موسى اللي راح ضحية التعنيف على يد زوجة أبوه الظالمة، لينضم اليوم لنا لائحة المعنفين الطفل حيدر. هذا الطفل أيضا عنف عن طريق زوجة أبوه. يعني ما أعرف إيش بيكم، شنو اللي دا يصير بالمجتمع؟ وقبل كل شيء وين مخافة الله؟ وين الإنسانية؟ وين الضمير؟ حاليا حيدر بين الحياة والموت بغرفة الإنعاش، حالته جدا صعبة. طبعا هو الطفل تشوهت بالكامل ملامحه لأن زوجة أبوه شمرته من فوق الدرج. يعني حقيقة والله لو أكو قانون مناهضة العنف الأسري ويتم تطبيقه والعمل بموجبه ما كانت كل هذه الحالات اليوم تتزايد يوم بعد يوم. وإحنا نرجع ونقول ما نعرف إيش قد أطفال ونساء اليوم دي يعنفون داخل المنازل وإحنا ما ندري. نتمنى التحقيق العاجل وأيضا معاقبة هذه المجرمة أشد العقاب حتى يكونون عبرة لكل وحدة ما عندها ضمير وما عندها مخافة الله. خلينا نتابع هذا التقرير. بدأت بالطفل موسى، فهل ستنتهي بالطفل حيدر؟ تساؤلات تطرحها كل الأوساط حول ارتفاع أعداد الأطفال المعنفين عن طريق زوجات الأب. غرفة الإنعاش هذه تحدد مصير حياة حيدر الذي ألقت به زوجة أبيه من الطابق العلوي للمنزل. لا إذان لا عين لا رأس، رأس هادفتين ندب ندب، صار عنده فطر بجمجمتين. يعني ذابت منين ذابت؟ وذابت أمك قاعدة من الدرج. يعني شامرته من الدرج؟ اي. والدة حيدر تقول أن طليقها طلب منهم مشاهدة أطفاله ليبقيهم حبيسي الدار ويمتنع عن إرجاعهم إلى الأم الأصلية ليتعرضوا إلى كل هذا التعذيب. جهالش عند الجديدة؟ لا كانوا يمي، بس قال أدي أشوفهم قام يطالب ووديتهم إليه. زين. قام ما طانياهم. زين. البنية عند عمتي والولد حش رجتي. زين. إيه. شنو اللي صار؟ هو من 4 أشهر هالك الولد هالك الأم ما الشريشة والرجل. شنو سوى بيهم؟ ما خلني لا إذان لا رجي حتى الظافر شاحن حتين. لا والله. بيد تبيد تبيد. الله يعينها الأم حيدر، يمكن من الصدمة ما مستوعبة شلون الحالة، وإنه يعني هاي إلى متى إحنا سفيان هذا تعنيف الأطفال، خصوصا أنتوا زوجات الآباء إذا أنتوا بتحملون ليش باقين من البداية؟ يقولي يا بترى أنا ابنك ما أريده، جهالك ما أريدهم، على شنو كل هذه الدراما وكل هذه المأساة والتعنيف اللي دي يصير اليوم؟ حقيقة والله قلبنا خلاص ماذا نتحمل كل فترة وده تطلع شغلات جديدة وده تتزايد سفيان تتزايد يوم بعد يوم. صح. هذه الحالة إلى متى؟ شوفي اللي قلتي كلش حلو، بأنه فعلا اليوم لازم يعني
خلي المجتمع اللي يضغط على الجميع بهذا الخصوص. مثلا انت ما تتحمل ابنائك، زوجتك ما تتحمل ابنائك، لا تاخذوهم وتوصلوا لحل وسط لهذا الموضوع. ما احنا هذا اللي نقوله، صار لنا يمكن هذا الاسبوع وحتى اللي قبله، ما القانون لو اقروه العنف الاسري، ما هو هذا اللي هنا حنقول بانه حيعطي السلطه بانه الام لازم يكون عندها الاطفال، لازم يكون بانه حمايه هذا الطفل من انه شلون نوجه دوائر الدوله لحمايه هؤلاء الاطفال، وما يكون هناك غصب، ما يكون هناك جبر على الطفل وين يروح. يعني هناك هواي اشياء حتتحرك بهذا الموضوع يا اخوان. هذا مسلسل للاعتداءات ترى بشكل يومي دي يصير بالعراق، هذا مجرد اللي دي وصلنا والاعلام اللي دي يقدر يسلط الضوء عليه. اكو غيره كثيرين بكل منطقه في العراق، بكل شارع في العراق اكو اطفال دي يتعنفون، سواء بالتعنيف اللفظي، التعنيف الجسدي، الاعتداءات الجنسيه اللي دي تصير على الاطفال. موضوع خطير جدا، ولازم اليوم المجتمع ككل ينتفض حتى يحمي اطفالنا وجيل المستقبل. هؤلاء اللي ما مات وتعرض لهذا التعذيب، ما هو بالمستقبل حيكون عنده كثير من المشاكل النفسيه اللي حيعكسها على المجتمع وعلى اهله حتى نفسهم. ان شاء الله يكون هنالك. احنا حنكمل برنامج المدينه، نشوف وحنحكي بشكل يومي على مواضيع التعنيف الى ان انه يكون هنالك حل حقيقي لهذا الموضوع. كارثي الموضوع، لانه من ضمن الأشياء اللي إحنا نحكي عليها بشكل يومي اللي ما حتخلص من العراق، اللي هو الخدمات اللي موجودة في العراق. في بابل أكو شارع اللي يربط بين محافظات الوسط والجنوب، طافحة بيه المجاري، المجاري موجودة في الشارع. المواطنين هناك دي يقولون إحنا يعني دي نمشي ونستخدم هذا الشارع مع هذه الأوساخ والمياه الآسنة اللي دي تمشي بصفنا ويانا، بدون إيجاد حلول حقيقية لهذه المشاكل البسيطة جدا التي تحتاج فقط للتنظيم وإيصال هذه الشكوى للمسؤولين عن هذا الملف لإصلاحها. ما تحتاج إلى تدخل الحكومة المركزية ولا الوزير الفلاني، لا، مجرد مشاكل تحل داخل المحافظة. خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع. شارع يربط كربلاء، يربط حلة، يربط يعني أربع خمس محافظات على الشارع، وبعدين شارع تراثي وقديم. يعني هذا الشارع أنا حسب ما أتذكر من 34 شركة لويس باكوت سوته. يعني إيش يصير؟ أقدم شارع بابل واحتمال بالعراق، ما يصير هيك شيء. اهتموا بهذا الشارع، شارع الطب من عنده وزوار طبعا سواح ومواكب، لا إضاءة لا مجاري، هاي المجاري فايل 24 ساعة. نروح لابو المجاري هسه يجوا ما يجون، والله شنو عندي كسر، عندي عطل، صار شهرين عطل ما سووا. هذا الشارع هو خرب من شالوا المجاري الرئيسيه مالته. اكو اليوم مجاري زين يمكن 12 او ازيد، يحطوا له ابو 8 مجاري تربط هذا الشارع كله والافروع والهذا، يحطوا له ابو 8. هو من البدايه خربوه هاي واحد، هسه ما خليته ابو 8، تعالوا نظفوهن. يعني يجي ابو الابصار وخي عمي ذاك اليوم وحق هذا الله ما يتحاكي، ما يتحاكي، روح حاكي واحد المحافظ يجوز به هون وما يتحاكون. تقول له يابا تيجي الصاروخيه ساحبه ماكو، راح يقول له هيك رجعت نفس الوساخه ونفس هذا وماكو، رحنا حاكيناهم ماكو، سددت وفتحوها يعني هو على قد الصاروخيه وتنسد، ماكو يعني خدمات ماكو. اخرى ثانيه قامن اجن تكرم لني الحيوانات هنا قامن ينامن بي، يعني هسه الشلاب هنا قامن قبل شويه هنا شلاب نايمه بي، و24 ساعه فايض، 24 ساعه فايض، انه بناره ما بي، يا هو اللي يجي يوقع بهالخيسه، يا هو اللي يجي يوقع، هسه مره وقعت هناك كسرت رجلها، يا هو اللي يجي يوقع بي. ما يصير هيك، يعني عود هذا شارع العمار. ما يجون، انه بتروح ثلاث مرات ما يجون. ما يجون، اليوم رايحين ثلاث مرات العصر، ثلاث مرات. لان جلوبين هناك شوفن من النزله للفلك كمان الحين مع المين، بس جلوبين، قلت لك هاي ثالث واحد قبل شوي وقع هنا. وهذا الشارع يعني كربلاء، بغداد، يعني ثلاث محافظات عليه. وما بي فايض 24 ساعه، هاي السياره يفوت منها يطفر، هاي المحلات انقطع رزقها، ماكو. اذا مثل ما سمعنا هو من الشوارع الحيويه وبدون اناره وكلاب سائبه وطفح بالمجاري، وعدا هذه انه هم يعانون ايضا من انعدام تام بالخدمات. الله يعينهم سفيان، شلون هم عايشين هناك. الله يكون بعونهم، وان شاء الله الحكومه المحليه هناك تتدخل لحل هذه الازمه البسيطه جدا والمشكله البسيطه بالنسبه للحكومه والكبيره جدا بالنسبه للمواطنين في بابل. هذا كل ما كان عندنا بحلقتنا لهذا اليوم، حق الرد مكفول لكل الجهات اللي ذكرناها بحلقتنا اليوم. تحياتي وتحيات الكادر، إلى اللقاء. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.